اه لا ما دفع، انا بوظت الدنيا، شفت سر سيره ال الكارثه. ورحت ايه ده في ايه يا جماعه؟ للأعمال بقى السينمائية والمصرية خاصة في الفترة دي بقى في خمول في تقديم الأفلام. والله في كارثة مش خمول. يعني أنت طبعا متوقع، يعني أنت أي حد متوقع أن أنا ما أدخل السينما المصرية هلاقي حاجة قوية. فأنت أنت تعالى عد كده في آخر كام موسم، انا مفيش حاجه نقدر نقول ان هي عمل مصري جيد غير فيلم كيرة والجن. حتى بقى إن مثلا ان انا رايي فيه ان هو انا مع انه يعني في ناس لما خد جايزه في مهرجان جوي في السعوديه قالوا ان هو ما كانش احسن حاجه برضه. لا ما هو بص، هو فيلم معمول بصنعة، حتى لو ما عجبش ناس. يعني انا شفته ممكن اكون حسيت بملل في اخر جزء وحسيت بتطويل في حاجات معينه، بس هو فيلم معمول يعني واخد حقه من الالف. ليه؟ يعني انت دايما لما بتتفرج على اي مسلسل اتعمل في زمن قديم انت عارف هتلاقي الشارع بتاع مدينه الانتاج بتاع شارع احمد الدين والشارع اللي قبله مش عارف شارع ايه ومجلس الامه اللي هناك، خلاص انت حفظت اللوكيشنز، اللي متابع عارف ان هي نفس اللوكيشنز. انت في كيرة والجن انت بتشوف، لا انا شفت مصر تانية، مثلا بنوا مصر تانية، التمثيل واخد حقه او الاخراج واخد حقه، التصوير، المزيكا ممكن وفي الاخر ما يعجبش ناس ويعجب ناس، بس ده تقريبا انت تقدر تقول عليه فيلم مصري معمول باحترافية. انما مثلا تعالى شوف ايه تاني هتلاقي الافلام، حتى الافلام الكويسة زي فيلم العنكبوت لاحمد السقا اللي كان عادي مثلا، ما فيش جديد. اعتمد على الاكشن، الرقاصه والاكشن والقصه القويه يعني مثلا ما تقدرش تقارنه مثلا بافلام احمد السقا القديمه، تيتو ومافيا وحرب ايطاليا والحاجات دي كلها طبعا، والجزيره وابراهيم الابيض، دول طبعا في ليفل تاني. ف يعني بتحس ان السينما غير، كمان ان السنه دي احنا عدد الافلام المصريه اقل من عدد الافلام التونسيه والسعوديه بفرق فيلم او فيلمين، فدي كارثه. وطبعا مع المنصات اللي بتنتج المنصات اللي بقت تنتج، فبقوا الممثلين يروحوا اقول لك انا مش مهتم اعمل فيلم سينما، انا خلاص انا هروح اعمل مسلسل في المنصه الفلانيه سواء بقى المصريه او الغير المصريه. وطبعا اللي يضايق اكتر ان اغلبه مش مصري او المسيطر مش مصري، حتى لو المنتج مصري بس برضه مش انت المتحكم. فدي كلها كوارث الصراحه. يعني وغير كمان العائد المادي، انت دلوقتي كله بيجري على رمضان عشان كله هيكسب في رمضان، انما في السينما انت لما بتعمل حاجه قويه بتتشاف. يعني كيرة والجن اعلى ايرادات في تاريخ مصر وقت ما اتعرض، فانت لو عملت حاجه كويسه هتتشاف. بس هو كله بيستسهل، لان رمضان انت بقى عملت حاجه كويسه حاجه وحشه انت معتمد ان انت بتبيع باسمك والناس هتتفرج وخلاص. فبحس ان انا فعلا الحوار ده من بدايه ان السينما في مصر بقى لها كام سنه. يعني انا كنت لسه بحكي من حد من فتره ان افلام الدرجه الثانيه الكوميديه في مصر زمان بتضحك اكتر من دلوقتي. يعني في نوعيه افلام كده كانت بتتعمل زمان، افلام بقى العيد اللي هي السريعه الكلام ده، لحد دلوقتي افاتنا معانا وبتتعمل كوميكس وميمز على السوشيال ميديا. دلوقتي انت ما بتلاقيش فيلم كوميدي اصلا. يعني عد ايه فيلم ده اخر فيلم انت ممكن تدخله في السينما وده حاجه مفيش فعلا.